من الناحية العلمية التطبيقات اللي عندها علاقة بالتقنين ديال القنب الهندي هي كبيرة جدا وتم الإعلان عنها دوليا وكان استفاد عليها دوليا، ولكن المغرب كان متأخر في هذا المجال، ولكن جاء هذا القانون 1321 وغادي يعطي واحد الدفعة قوية بحيث أن حتى الباحثين المغاربة لم يشتغلوا على هذه النبتة، ولا كاين بعض المختبرات هي معدودة، جوج مختبرات في المغرب وفرق صغيرة اللي خدمت على هذه النبتة لأنه ما كانش مباح قانونيا باش نشتغلوا في وادحة النهار، كانت بعد العمليات قليلة. إذن كنظن هنا عاد كيبدأ البحث العلمي بالتدقيق حول معرفة هذه النبتة لأنه دخل عليها بعض كثير من التغيرات. النبتة الأصلية اللي سميتها الكيف في المنطقة ما بقت في مساحات قليلة جدا، ودخلوا بعض النباتات هجينة صنعت في مختبرات أوروبية وأمريكا اللاتينية واللي عندها واحد المردودية كبيرة وعندها واحد محتوى كبير من المواد المخدرة. كنتمنى أن الباحثين والمختبرات المغربية تهتم بهذه النباتات باش يعطيونا واحد النوع ديال النبتة اللي تكون ملائمة للتطبيقات الصناعية والصيدلية والتجميلية ديال هاد النبتة في المزروعة في الشمال. وبالإضافة إلى أنه هذا الاستغلال خصنا نشوفوه على صعيد واحد سلسلة إنتاجية، ما خصناش نشوفوه كنبتة أن هي واحد المنتوج طبيعي، ولكن نشوفوا السلسلة منذ البذور إلى الزراعة إلى الجمع إلى التجفيف إلى التحويل إلى التصنيع. فإذا أخذنا هذه السلسلة في بعض العمليات قدر تتم في المنطقة وتكون عندها قيمة مضافة اقتصادية على الساكنة، وبطبيعة الحال الصناعات الأخيرة المراتب الأخيرة ديال الصناعية لابد خصها تكون في مختبرات إما وطنية إما دولية في مناطق صناعية اللي عندها مؤهلات تقنية عالية. إذن إسهام جميع الفاعلين لا المحليين والمجاليين كالمجتمع المدني ولا المتخصصين في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في القانون أو في العلوم أساسي، وأنا كنظن هاد مثل هاد النقاشات هو اللي غادي يخلق واحد تنزيل ديال هاد القانون بطريقة سليمة، وهذا ما أتمناه للمنطقة والبلندة كاملة. هذا شق آخر بغيت نطرق له هو أنه احنا عندنا ما يمكنناش نبقاو نكون عندنا برامج مزيانه، ولكن ملي كنزلوها في ارض الواقع كتكون ماشي هي هذيك، ما كتكونش عندها الصدى المطلوب. اذا كنتمنى باش تكون مواكبه، اول مواكبه ديال الافراد ديال الفلاح الصغار في الزراعه ديالها لان كتطلب واحد التقنيه، ثانيا مواكبه ديال الجمعيات والتعاونيات والشركات الصغرى اللي غتحدث باش اما يكون فيها التحويل اما يكون فيها الجمع والتجفيف اما يكون فيها التصنيع. اذا هذه المواكبه ضروريه، رفع القدرات في المنطقه ضروريه. هو كما معلوم من بعد النقاشات اللي وقعات انه كانوا اشكالات كبيره على مستوى هذه المناطق ديال زراعه القنب الهندي، واهم حاجه وقعات واللي غادي تحل جزء كبير من هذه المشاكل وهو صدور القانون ديال استعمالات المشروع القنب الهندي، واللي بطبيعة الحال مازال ما تطبقش على أرض الواقع على اعتبار أنه كنتظروا بعض النصوص التنظيمية اللي غادي تتمكن بالتنفيذ ديال هذا القانون على أرض الواقع. وبالتالي الانتظار الآن كيتعلق بهذا الموضوع هذا، ومادام أنه خرج هذا القانون وبطريقة اللي خرج بها كيبين على أن الدولة منخرطة بشكل قوي في إنجاح هذا الورش هذا، وكذلك السياق الدولي اللي على المستوى الدولي فيما يتعلق بهذه النبتة هذه كيبين على أنه غادي يكون حل جيد، خصوصا أن الآن بدأوا بشكل كبير أبناء المناطق اللي كانوا خايفين البارح يهضروا اليوم تشجعوا أكثر، بدوك يحضروا في اللقاءات في الوقت اللي كانت واحدة تلة قليلة جدا من أبناء المناطق اللي كانت تدرع على هذا الموضوع في السابق. اليوم أي واحد يمكن له يدرع على هذا الموضوع يقدم مقترحات، وبالتالي هذا هو الشيء الإيجابي. واليوم رحنا في الجامعة اللي كتحتضن هذا اللقاء الدراسي، وهذا دليل على أنه أن الموضوع أكيد غادي يلقى واحد الحل غادي يكون مرضي، لأن خصوصا الأكاديميين غادي يلقاو البلاصة
الخاصة ديالهم باش يعبروا على الأفكار ديالهم والحلول الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية اللي كاينة، خصوصا أنه البحث العلمي هو اللي كيواكب وهو اللي كينجح جميع المبادرات. هو هذا الموضوع ديال المزارعين والمتابعات اللي كاينة فعلا أنه مازال قائم إلى يومنا هذا، لكن أكيد ومن المؤكد على أنه سوف يجد حله عن طريق العفو بكل تأكيد. أي صيغة من صيغة العفو ما عارفينش، لأنه العفو الخاص اختصاص جلالة الملك والعفو العام اختصاص البرلمان، إذن ما غاديش نعرفوا شكون، ولكن أكيد أنه غادي يكون تسوية لهاد الأشخاص. وبالتالي مسألة هي مسألة وقت فقط، ولا أعتقد أنه الأمر سيتأخر.